صباح الحب والأمل أكيد على شاشة السومرية من برنامج مورنينج لايف، دائما حاضرين بمواضيعنا وضيوفنا الأعزاء أكيد وصلوا حتى نتناقش وياهم ونوصل للحلول لحلول المشاكل الموجودة بمجتمعنا. اليوم يوم مهم أكيد، ما ننسى مباراة منتخبنا العراقي الحبيب مع الفريق الشقيق القطري، إن شاء الله يا ربي الفوز للمنتخب العراقي. مواضيعنا لليوم فوبيا مراجعة المؤسسات الحكومية بسبب الإجراءات الروتينية. اليوم إذا موظف أساء المعاملة إلى المراجع، شنو الإجراء القانوني الذي ممكن أنه يتخذ بحقه؟ خلينا نأخذ ثقافة بهذه الفوبيا وطريقة التصرف مع المراجعات أكيد القانونية والإدارية بالمؤسسات الحكومية. البنايات القديمة تحكي تاريخ بغداد، خلينا نسوي اليوم تور جولة بسيطة مع مصطفى إبراهيم صانع محتوى في تاريخ بغداد، بغداد بشوارعها وبناياتها القديمة ماذا تمثل لنا. الخلطات المنزلية ومدى تأثيرها السلبي على البشرة، راح تكون ويانا شروق حاتم خبيرة بشرة. هل الخلطات المنزلية إذا كانت بمقادير خاطئة راح تكون خطيرة على البشرة؟ ما ننسى أهم أحداث السوشيال ميديا مع زميلتي طيبة عامر، دائما نبحث عن من خلال طيبة عامر تبحث عن الأخبار الحقيقية دون المزيفة منها. التسويق الإلكتروني والإعلانات على السوشيال ميديا، طبعا اليوم راح ناخذ ثقافة من الأستاذ همام نعيم خبير تسويق الكتروني، كيفية التعامل مع الإنترنت وكيفية التعامل مع الإعلانات، شلون نعلن، عند منو نعلن، منو الشخص أو المصدر الصحيح اللي وصلنا للنتيجة الصحيحة بالإعلانات، شنو أفضل منصة للإعلان، شلون أطور مشروعي بالسوشيال ميديا، كل هاي إحنا ما عدنا ثقافة بها خاصة. رح نعطي اليوم ثقافة للي يريد يبلش مشروع جديد وخايف من التسويق الإعلاني. نحن نعرف الإنترنت منصات الإعلان كثيرة جداً، أصبحت يمكن شبيهة بالبحر، واحد يضيع ما يعرف عند منو الشخص الصحيح، السورس المصدر الصحيح اللي يوصلني للتسويق الأكثر نجاح. أخيرا راح يكون مراسلنا علي بطاط من البصرة لتغطية مبارياتنا منتخبنا أكيد لهذا اليوم مع الشقيق القطري. خلينا نبلش بالتسويق الإلكتروني والإعلانات على السوشيال ميديا أكيد الأستاذ همام نعيم خبير تسويق إلكتروني، تفضل همام أهلا وسهلا بك. راح نعرف من خلال شلون نطور مشاريعنا أكيد بمنصات التواصل الاجتماعي أكيد، تفضل. شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام؟ صباح الخير، يسعد صباحك، أهلاً وسهلاً بك، نورتنا. نوركم إن شاء الله. أهلاً وسهلاً. اليوم موضوع جداً مهم، أكيد. موضوع يمكن الجميع أصبح اليوتيوب يمكن بين أغنية وأغنية أو بين لازم أكو إعلام، مقطع ومقطع أكو إعلام. صحيح. السناب شات سابقاً كان ماكو، هسه السناب شات مليان بالإعلانات. مضبوط. بين سناب وسناب عنده أكيد مشاهدة السنابات مع الأصدقاء. صح. خلينا اليوم من خلالك، أنا اليوم أرد على تجارتي على السوشيال ميديا. اليوم أنا فتحت، نسبة البطالة كثيرة، ماكو ماكو وظيفة حكومية وماكو مؤسسة. صحيح. تستقبلني ببلدي العظيم. أوكي. فأريد اليوم أني دخلت بورشة تدريبية وفتحت مشروع. طبعا. حلو؟ حلو لحد الآن. أريد أسوي تسويق إلكتروني، ما أقدر أفتح محل، ما عندي فلوس بصراحة، فش راح أسوي؟ راح يصير بيتي عندك. صح. اللي هو عن طريق الإنترنت، أفتح صفحة بالإنستغرام، بالسناب شات، أعرض بضاعتي بالطريقة الصحيحة، لكن اليوم أنا أريد أزود متابعين. أوكي. أريد بضاعتي توصل لأكبر عدد ممكن من الناس الصحيحة، مو الوهمية، اللي تشتري وتسوي لي منجز. شلون أعلن عن تجارتي؟ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. الوضع حاليا أصعب من قبل. بالضبط. يعني إحنا إذا نحكي قبل 2016 2015 موضوع التجارة كان أسهل، لأن المنافسين
قليلين. حلو. هسه المنافسين اغلبهم اي احد حتى اللي عنده اصلا وظيفه يجي يقول لك انا اريد افتح مشروع ثاني زيد الدخل مالتي عن طريق السوشيال ميديا. حلو. شلون ازيد متابعيني؟ الموضوع بالاستهداف. يعني انا بحاكي بهالموضوع مسبقا انه انا هسه اذا افتح محل مال ذهب راح اروح افتح بشارع الشريف الرضي بكاظميه لان ذاك الجمهور والناس الرواد الذهب. فانا من اجي اريد اشتغل على موضوع اتاجر به بالسوشيال ميديا لازم استهدف الجمهور الصح. شلون؟ موضوع التسويق، انا شلون اقنع العميل انه بضاعتي لازم يستثمرها صح ويشتريها من عندي. بنص الاف المنافسين، ما احكي بس بالعراق، المنافسين بالتجاره الالكترونيه حتى برا العراق ممكن يبيعون بضاعه هنا، وحتى بالعكس عندنا انه داخل العراق يبيعون بضاعه برا. انا لازم شلون ابرز نفسي بطريقه مختلفه عن الباقين. نقطه رقم واحد، اشوف ادرس المنافسين. الموضوع محتاج دراسه، انا مو بس انه اجي عندي فلان موضوع. دراسه جدوى. انا هسه تاجر بالملابس تمام، وانا ما عندي وظيفه مثل ما تفضلتي واريد استفاد ماديا من هذا الموضوع، لازم ادرس المنافسين. انا ايش كم شخص دا يبيع ملابس عندي بالسوشيال ميديا، اشوف نقاط الضعف وين. لازم اعالجها هواي جدا، والتفاصيل ترى كبيره. احنا هسه نريد نفتح محل بارض الواقع، انا لازم اروح على ابو عقار واختار المكان واجر واسوي ديكور واشوف موظف يلزم المحل. بالسوشيال ميديا الموضوع ابسط بس هم محتاج تخطيط. انا لازم من انشئ البيج اللي هو راح يكون المتجر الالكتروني لي، انا لازم محضر ديزاين للصفحه، ديزاين جدا مهم. انا لازم محضر مخزن للبضاعه، وهو هذا الشيء جدا بسيط تقدر تسويه بالبيت. انت ما راح تكلفك الموضوع ايجارات بقد ما يكلفك مواكبه للتجاره الموجوده. انت اذا ما تواكب اذا تكون اقل 1% من المنافسين انت ما تحقق مبيعات. انت عن طريق المواكبه ومعالجة نقاط الضعف ويا المنافسين انت بهالحالة راح توصل للجمهور الصح، لان الجمهور منتشر يشتري ملابس وموبايلات اكسسوارات. شلون ازيد المتابعين اللي هي مو بالضرورة مهمة عند التاجر بقد ما يبيع. انت شي يهمك تبيعين 100 قطعة باليوم لو عندك 100,000 متابع؟ اكيد تريدين تبيعين 100 قطعة. انا اليوم اريد اسوي منجز، اريد احول بضاعتي الفلوس حتى شلون يقول لك اداورها. انت من فتحتي او اني او اي شخص ممكن طب للسوشيال ميديا يهمه المتابعين لو يريد يبيع؟ لا يهمه اكيد يبيع. اهم يريد يبيع. انا شلون اعرف شنو الوقت المناسب اللي استثمر بيه جمهوري؟ اكو شغلات ممكن ترند، يعني خلطات الوجه هسه كلش مبيعها منتشر. الخلطات المنزليه صارت بصراحه بالفتره الاخيره ترند، وانا عن نفسي اتابع بعض البيجات. صحيح. وانتظر شو وقت شوف اكو فد ماركتينج فظيع. بعض الخلطات المنزليه، اصحاب الخلطات المنزليه شو يسوون؟ يحصروها، يعني مثلا انه احنا خلصنا اوت اوف ستوك. حبيبتي اني بهالساعه بهالوقت راح انزل كميه محدوده، العالم يصير لود. يصير لود، اكو هنا ذكاء. هذا تسويق. أكو ترك. هذا التسويق هو اللي لازم يصير. صح. وبنفس الوقت اني اكو من طرق التسويق اللي ما يستخدموها البعض هسه، انا استغل ضعف السوق حتى نزل بضاعتي. انا ما ترهم اذا اشوف الكل هسه يتاجرون بفلان موضوع وصار ترند بالسوق، اجي اني انزله وياهم وراح يصير عندي ضعف بالموضوع وما راح اقدر ابيع البضاعه بالطريقه الصحيحه لانه المنافسين اقوى، وراح اصير خساره واقول هذا شلون يستفادوا اني. لا لا، انت شوف شو وقت يخلص بضاعته، هسه طلع ترند الموضوع فالشهر ممكن يصير خمول بهاي السالفة، أنا وراها ممكن أستهدف هاي الفئة وأرجع أنزل بضاعتي من جديد. راح أستهدف جمهور صح ووصل للفئة اللي أنا أريدها، وبنفس الوقت أنا أبيع بضاعتي. هذا الموضوع جدا مهم. خلينا ننطي ثقافة لبعض الناس اللي تشاهدنا حاليا أكيد على شاشة السومرية برنامج مورنينج لايف، أنه اليوم أنا عندي ما عندي عمل وبالي فت فكرة أو مشروع وأريد أبلش عن طريق الإنترنت. كثير من العالم بصراحة ومن الناس ومن البنات والشباب ثبتوا نجاحهم على أرض السوشيال. صحيح. ميديا باستخدام المنصات بطريقة صحيحة. يعني مثلا خلينا نبلش بالإنستغرام، عندي فيزا كارد أو عندي هاي الكروت مالت الإعلان، أريد أشترك أو أسوي تسويق عن طريق الإنستغرام. أكو طريقة اللي هي تختار الفئات العمرية. صح. تختار والعمر، العمر والجنس، الجنس والمنطقه والعدد مال الايام والميزانيه بالضبط ونوعيه البضاعه مالتك وانت. صحيح. منو تستهدف بهاي البضاعه. خلينا نتكلم على بعض الناس اللي هم عندهم بضاعه تجنن لكن ما يعرفون يسوقوها، عندهم فكره ويريدون يطورون هذه الفكره بس خوفهم من الفشل والخساره.
صحيح. لكن احنا اليوم بدنا نعطيكم حافز مع اكيد الاستاذ همام نعيم خبير تسويق الكتروني، انه راح نعطيكم ثقافه بكيفيه استخدام التسويق الالكتروني، منصات المواقع الموجوده اللي بي السناب شات، انستغرام، كلها يوتيوب، اي موقع انت، فيسبوك ما ننساه هو الاصل فيسبوك الاصل شي. فيسبوك الاصل بصراحه، اللي بعض يقول انه انا لا ما اعتمد على الفيسبوك، نو الفيسبوك الاصل بالنسبه لي انا بالتسويق نمبر 1 الفيسبوك. فخلينا من خلالك زين شويه نوخر الرهبه والخوف عند شبابنا اللي هم من نسبه البطاله الكبيره اللي عندهم افكار مبدعه وممكن ينطلقون من هذه الفكرة ويسووا لهم مصدر رزق حتى أفضل من الراتب اللي تستلمه من الحكومة. أكيد مصدر الدخل اللي يطب من التجارة عبر السوشيال ميديا فعلاً يضاهي رواتب حكومية وحتى كل الوظائف. موضوع الترويج هاي نقطة كلش مهمة أنا أريد أحكي بيها ودائماً أحكي بيها. الموضوع مو مجرد أن أحدد الفئة العمرية والمنطقة والاستهداف مادي إذا هو مسجات أو زيادة دخول للصفحة وميزانية. هاي الطريقة التقليدية اللي هي موجودة ببساطة إن كان بالفيسبوك أو بالإنستغرام أو بالتيك توك أو بالسناب شات، هاي يعني ما تجيب لك 30% من النتائج اللي أنت تريدها. أنا بهاي النقطة بالتحديد ضروري أتعامل ويا خبير تسويق يستهدف الجمهور الصحيح. على سبيل المثال أنا من أجي أحدد يعني خبير التسويق، عارفين شو قد ممكن يفرق؟ شلون أختار أنا خبير التسويق الحقيقي وليس الفيك المزيف؟ صحيح. إحنا نسمع هواي ناس تدخل لنا بصراحة على السناب شات، راح تتفق وياي إنه أنغام تعاي خلي أوثق لك حسابك وخلي أزود متابعاتك اللي بالإنستغرام وخلي 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 وها شايف أدفع 10 وتحصل هالقد تحصل 100 ما أدري شو أكو فتشي هو ضمن المعقول يعني أكيد. مثلا أنا اليوم بدي أشوف بلوغر عندها 10 ملايين والتعليقات بصراحة 50، هاي مصيبة. طرق التسويق اللي حدد لك بيها يعني أرقام هاي وهمية. شركات التسويق الوهمية أكثر من الحقيقية. شلون أعرف شركة التسويق الحقيقية؟ شركة التسويق الحقيقية ما طبلتش أنت راح تروحي لها. هاي من الأخير ماكو خبير تسويق إلى اسمه يتصل بأحد أو يطب له على الدايركت يقول له أنا هاي خدماتي اللي أوفرها لك، وماكو تسويق حقيقي يتحقق تتحدد به ارقام حقيقيه. دائما التسويق بدراسات، لان انا من دا اجيب لك ارقام حقيقيه وناس حقيقيه واستهدف الناس اللي انت ممكن يستثمرون مشروعك وياخذون من عنده. الموضوع انطيك رينج اني ما بين الى ما اقدر انا انطيك رقم انه ب 10 دولار انت تجيب هالقد. خبير التسويق بيش يفيد؟ اذا يجي اليوم اي شخص عادي يعلن بنفسه على السوشيال ميديا ب 100 دولار اذا باع 10 قطع، خبير التسويق ب 100 دولار يبيع لك 200 قطعه بنفس السعر اللي انت صرفته، لان عرف يستهدف الجمهور الصح. فخبير التسويق هو ياثر على ميزانيتك ويخلص بضاعتك. وشلون اختار الصح؟ اولا اكو هواي شركات موجوده والناشرين شغلهم ويعرفوه، واللي يطب لك دائما انا احكي اللي يطب لك هذا يريد يمشي شغل، واللي يقول لك هل قد عندي ارقام هذا شيء وهمي، لانه بالتسويق الحقيقي اللي انا اشتر الجمهور بالتالي هو المسوق ايش يسوي بالسوشيال ميديا بكل المنصات. انا دا ادفع فلوس حتى اشتري جمهور من الشركه اللي هي كان فيسبوك انستغرام سناب شات، الفلوس اللي يقطعوها وما يسوون بيها دي يوصل منشوري الى جمهور معين، انا دا اشتري هذا الجمهور. ما اقدر احزر عن الجمهور ايش قد حتى اثناء عمليه الترويج، واللي احنا ما نروج اصلا من بهاي طريقه الترويج الطبيعيه. الترويج يصير من خلال مدير الاعلانات وعملية تأخذ وقت، يعني احتمال الإعلان الواحد ممكن يأخذ أكثر من نص ساعة في سبيل أنا أستهدف الجمهور الصح اللي أقدر أنا أضمن بنسبة أكثر من 60% ممكن يشتري من هذا المشروع أو يحقق الهدف اللي أنت طلبتيه من المسوق. خلينا ننتقل الموضوع مهم اللي هو قبل الموضوع أكو نقطة المسوق جدا مهم بموضوع التجارة الإلكترونية وتحقيق الأهداف، هذا السبب اللي يخلي العالم تخسر 100%. شنو رأيك بهذول الناس اللي عندهم مواقع يعني بدون ذكر أسماء يعرضون بضائع، يعني بضائع بعض المحلات وبعض البيجات بهدف أنه يبيعوا لهم إياه يزيدوا لهم مبيعات، لكن يأخذون نسبة من القطعة أو من الشغلة اللي هي يعرضوها بموقعهم. فهمت شنو أقصد؟ فهمت. أكو ناس تسوي جولة، خلينا شوية نبين للمشاهد أوكي. اللي ما عنده خبره بهذا الموضوع او يريد يدخل، اكو ناس تسوي جوله على المحلات، اذا انت عندك محل عندها فد موقع كلش كبير منصه
كلش كبيره. اوكي تقدر تنزل الابلكيشن مالتها بدون ذكر اسماء. اوكي هذا الابلكيشن هو راح يعرض بضاعتك زين. اوكي قطع مالتك، اذا انت مثلا انا عندي ملابس محل ملابس يعرضها يمه، انا عندي محل ملابس زين امانه محلي هواي ناس تدخل لي عندها بالمحل انه ناخذ البضاعه يمنا، تعالوا جيبوا بضاعتكم يمنا، يعني مو ننطيهم لا تصوير اوكي القطع ونعرضها بموقعهم الخاص وياخذون نسبه بسيطه من، وانت تاخذين سعر القطعه نفسها اللي تبيعيها بالمحل، واني اخذ بالضبط السعر نفسها بس ما يزودون عليها أكيد شوي. هذا طبعا بالمناسبه هاي سياسه تسويق ناجحه وكانت موجوده قبل وانا حكيت بيها قبل سنتين. انا ما احسها ناجحه بصراحه. هذا الدروب شوبينج يعني كانت باوروبا تدرين شو يصير؟ نفس الطريقه لكن بغير ترتيب، انه شلون امازون موجوده او اي متجر اي بي علي بابا علي بابا صحيح موجوده البضاعه هنا موقع تسوق أي؟ تسوق لا انا بحكي على شيء عالمي هسه بالصين بامريكا اوكي البضاعه موجوده بعلي بابا هو يسوق عنده بيج مفهم العملاء اللي عنده انا اقدر اوفر لكم هاي البضاعه بس البضاعه هي مو يمه بعلي بابا هو محمل عليها سعر معين تجي البضاعه من علي بابا للزبون وهو يستفاد بها فلوس الموضوع اللي حكينا به هنا بدون ذكر اسماء هذا زي يعني اني افضل انه اللي عنده اسم ويقدر يطور من مشروعه التجاري بدون ما يعتمد على هالموضوع اكيد الى افضل لكن هاي طرق تسويق ناجحه انا مع هاي الطريقه وحكيت بيها وحاولت انشرها بصراحه اللي يسوق للمشاريع التجاريه عن طريق البيج مالته لان معتمد عنده جمهور يقدر يوصل لهم البضاعه هذا شيء مو غلط انت فايده بالمتجر منطي التكلفه مالت المنتج وانت محمل عليه ووصل للزبون وسيط باختصار وسيط. هو صاير وسيط حلو شنو افضل منصه اعلان بما انه انا بلشت المشروع وقلت بسم الله الرحمن الرحيم وجيتك يا استاذ همام بما انه انت خبير تسويق الكتروني وجايه دارد اخذ منك كونسلتنت اللي هو استشارة بأفضل منصة إعلان ممكن أبلش بيها وأستفتح بمشروعي ماكو شيء اسمه أفضل كلهن يفيدن حسب المشروع أكو أمور ممكن أنصحك هاي على اليوتيوب تجيب مثلا شركات التصوير شركات التصوير اللي هي بالتالي تريد تشوف العميل أنه أنا أصور هيك وأخرج هيك وأسوي هيك أنصحك تروح لليوتيوب انت عندك منتج تريد تبيعه انصحك فيسبوك تيك توك ثالث شيء انستغرام فيسبوك تيك توك ثالث شيء انستغرام تسالين اي احد هسه راح يقول لك الانستغرام اول شيء شنو رايك بالاعلانات اللي تصير على السناب شات الكثيره بصراحه لا تمللنا يعني تدرين ليش وطريقه الاعلان غلط احس هو غلط تدرين ليش بس السناب شات يصير بيه غلط لان ما بيقيود على الاعلان اي شيء ممكن تقدرين تعلنين عنه وهي اكبر غلط وما راح يستمر يعني سناب شات ما راح تبقى نشوف بعض الاعلانات اللي تحكي على البشره اوكي لكريمات البشره بين ستوريز انا فلانه فلانيه مثلا اكيد كل الاحترام والاعتزاز لكل البلوجرز العرب والعراقيين خلينا احنا شويه نكون سبيسيفيك اكثر انا فلانه الفلاني اوكي انا هاي البشره وهاي بشرتي وهاي كذا ما هو البشره يعني اليوم ما اقدر استخدم شيء لها اذا ما استشير دكتور طبعا بس عندنا جزء كبير من المجتمع ما عنده هاي الثقافه اللي تخليه يستشير دكتور قبل لا يستخدم واكو شغله انا ما مضطر اعلن عن المنتج مالتي بطريقه مبتذله او اجيب موديل ممكن يقلل من المستوى مالتي او يفقدني جمهور عنده ثقافه عاليه يخليني افقد المصداقيه او الثقه او الاحترام للمنتج مالتي وللاسف هذا الموضوع همنا منتشر وخاصه في مجتمعنا بما انه حضرتك خبير تسويق الكتروني دائما نحتاج الى فوتو سيشن اكيد تكون طبعًا. اذا انا مثلا عندي ملابس طبعا او عندي ذهب الله يسلمهم هسه الذهب محلات الذهب الله يسلمهم الله يكون بعونهم صح. يعني شويه هلا هلا بينا فعلا هلا هلا بالذهب وهلا مو هيك يعني مو هيك يعني يوم انا اريد اصير ترند بمواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني سوري مو معناتها اني اصير مبتذله مو معناتها اعرض اشياء غير لائقه يعني للاسف الشديد وصلت مرحله يعرون المراه فعلا بصراحه خلينا نحكي شيء هذا اللي يصير يعني يخلوها بدون ملابس في سبيل انه اني استهدف ما هو يعني اوكي انت تريد تصير ترند
بس تريد تصير ترند بطريقة غير لائقة. اللي يطلع موضوع السمعة برا تجارته يخسر كل شيء. ومن يشتري أكثر ذهب؟ ومدوم. يعني اللي دي يصير هسه أغلبه دي يصير بطريقة مبتذلة مو بس على الذهب. وفعلا شو إذا يجي هسه بنص هاي الهوسة كلها تاجر إلكتروني يعلن بطريقة كلاس بنصهم كلهم راح يقعدوا. إلها ديمومة؟ لا. اللي يعرض بطريقة غير يعني مبتذلة لو أو ترند أو لو يصير كان ذكرتك بأسماء هسه بيفت شي منشز. لو يصير كان يعني ذكرتك بأسماء ترند يعني مدقصة ترند بالطريقة الإيجابية ترند بالطريقة السلبية. السلبي ما يدوم. قلت لي شو يصير أذكرش بأسماء هسه جتي فترة شهرين وثلاثة صارت حديث الساحة اختفت وينها هسه ما حد يتذكرهم. فأنت تمشي بطريقة صحيحة تظل تبقى انطباع إيجابي من الناس وتبقى بضاعتك ماشي وتبقى سمعتك حلوة. لكن هاي الثقافة تحتاج النشر دائما دائما. يعني كل شيء أشكرك همام. شكرا لك. كخبير تسويق إلكتروني أكيد رح أتواصل وياك بعد البرنامج إن شاء الله. لأن إحنا الجميع بحاجة إلى ثقافة بالتسويق الإلكتروني لأنه بحر. أكيد. طبعاً. منصات كثيرة إلكترونية إحنا ضايعين بها ما نعرف شلون نبلش ما نعرف شلون نزيد التفاعل بحسابنا بطريقة حقيقية بأشخاص حقيقيين يشترون. بالأخير إحنا هدفنا إنه نحقق منجز نرضي الزبون. لازم نرضي أكو خطة. نرضي الزبون حتى يدوم ويانا مو طبعاً. معناتها أني أضحك على الزبون لا وأخليه منهم أبيع بضاعتي شلون ما كان كانت أكسباير يعني بالأخير هي أمانة يعني يا شباب فعلاً. يعني بليز يعني أتمنى شوية نفكر إنه إحنا إذا نريد نفتح مشروع يكون إلى ديمومة لأن أكو هدف أكبر أكو طموح أكثر أكو ممكن هذا المشروع راح ينفتح بأماكن كثيرة وأني راح أنجح فهو مصدر رزق يعني أكو بهم يجيبون بضاعة مصدر الرزق. أكو جماعة يجيبون بضاعة هم معينة محدودة بأي طريقة ممكن يعلن عنها حتى يبيعها فما تهم طريقة الإعلان تالي هو يخسر السمعة ويخسر كل شيء. وإن شاء الله نطور هذا الشيء بالأيام الجاية. أنا كل شيء أشكرك. شكراً لك. وأكيد أتمنى لك التوفيق. الله يخليك. ولنا تواصل إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً جزيلاً. ممنون جداً. ننتقل إلى أهم أخبار السوشيال ميديا دائماً اليوم شوية مبكرة علينا. دائماً إحنا نشوفها بمنتصف البرنامج لكن اشتاقينا لها أكيد. طيبة عامر يا هلا وميت هلا. شنو هاي الألوان الجميلة؟ شنو على العقد اللؤلؤ اللي يعطي طاقة إيجابية؟ شنو هاي البلوزة اللي شنو هالغزال الجميلة؟ ملافتي هماني خجلتيني الصراحة. شلونك إن شاء الله بخير؟ شو الأخبار حبيبتي القلب؟ الحمد لله بخير ما دام أنت بخير حبيبتي. موجودة وأشوفش كل شيء تمام حياتي. مساء الخير والعافية على مشاهدينا ومتابعي برنامج مورنينج لايف. راح نحكي بالأحداث اللي احتلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعة اللي فاتت. نبدأ أحداثنا لهذا اليوم. حدثنا الأول يقول تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة بمناسبة مباراة نصف نهائي كأس الخليج في ملعب جذع النخلة بين منتخبنا العراقي والمنتخب القطري. طبعا اليوم الساعة 4:15 مباراة المنتخب الوطني والمنتخب القطري إن شاء الله أكيد الفوز للمنتخب العراقي. احنا كنا خايفين أكيد من المنتخب القطري الشقيق لكن الأجواء والمشاعر إيجابية جدا. إيجابية صحيح. ويا رب إن شاء الله الفوز. إن شاء الله الفوز إن كان للعراق وإن كان للمنتخب القطري الشقيق. إحنا فايزين بكل الأهوال. إحنا فايزين استضافينا أشقائنا أكيد دول الخليج. أكيد. وهذا الحدث الكبير اللي هو فخر لكل عراقي. فخر صحيح. فأتمنى اليوم يعني مهما تكون النتيجة إحنا نكون سعداء. أكيد إن شاء الله وتكمل فرحتنا بالفوز. إن شاء الله يا رب. ننتقل للحدث اللي بعد مدرب المنتخب العراقي كاساس يصرح الوصول إلى نصف نهائي خليج 25 فوز وفخر كبير لنا وجميع اللاعبين جاهزين حاليا ولا نهاب المنتخب القطري فقط علينا الالتزام بالهدوء داخل الملعب. وننتقل للحدث اللي بعد رئيس الاتحاد الخليجي يصرح الجمهور العراقي أعاد الروح لبطولة الخليج وسنعمل على تواجده في جميع البطولات. صح أنغام تحسين أنه انعادت الروح بحضور الجماهير والافتتاحية وغيرها كثير من الفعاليات اللي صارت. وننتقل للحدث اللي بعد رئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة آل ثاني
بطولة خليج 26 المقبل في كانون الأول في عام 2024 ستكون في الكويت، حيث قطر ستستضيف بطولة آسيا في كانون الثاني سنة 2024. أنغام كثير من الفنانين والنجوم والإعلاميين صرحوا أنه خليج 26 يكون أيضاً في العراق، لكن هنا رئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة آل ثاني قال أنه خليج 26 راح يكون بالكويت. بالكويت هم شنو شفتي يعني؟ وبشكل عام المفروض أنه يعني هي تصير الدورة كل سنة، دوري خليجي 25 يكون في بلد خليجي، في بلد خليجي أو في بلد يعني إحنا بلدنا أو قطر أو الكويت أو الإمارات أو عمان أو اليمن، كلنا إحنا خليجنا واحد صراحة، بس إحنا نفضل إنه يمنا يعني. إن شاء الله السنة اللي تيجي سنة 2022 يمنا طبعا بالعراق. أكيد أكيد والسنة اللي تيجي سنة 2024 قطر راح تستضيف أيضا بطولة آسيا في كانون الثاني لسنة 2024 العفو. خلينا نشوف إن شاء الله يعني الأجواء شلون راح تكون هناك إن شاء الله. أكيد. وننتقل للحدث اللي بعده، تجميد جزء كبير من شلال سوز بسبب انخفاض بدرجات الحرارة في مدينة قارص في شمال العراق. خلينا نشوف الصورة أنغام. خلينا نشوف الصورة. مثل ما نعرف أنه شمال العراق يعاني من انخفاض شديد بدرجات الحرارة، وهنا الشلالات رائعة بشمال العراق بدأت تتجمد. يعني بصراحة احنا الشمال الحبيب معروف بطبيعته الخلابة وبشلالاته وبجباله اللي تجنن. بنشوف انه هسه أغلبية الشعب العراقي دا يتجه لشمال العراق لمشاهدة هذه الأجواء الجميلة. مشاهدة نزول الثلج نزول الثلج زائد انه يعني الجبل ونشوف الشلالات الخلابة الصراحة خلابة بصراحة ما تتفوت. اي والله. وننتقل للحدث اللي بعد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، تركيا تطالب من النساء اللواتي طولهن أقل من 160 سنتيمتر عدم الخروج من منازلهن بسبب العاصفة. يمكن يطيرون بتركيا اكو عاصفة يربال ايش بصراحة فهنا انا مزين انا بالعراق يعني. فطلبوا من النساء اللي طولهن أقل من 160 انه ما يطلع عن خارج البيت حتى لا يطير. 155 اوه سو كيوت. وننتقل الطول كله على قولته الطول كله. وننتقل للحدث اللي بعده، اول شريحه سيتم زرعها في الدماغ لعلاج الاكتئاب بشكل نهائي ستصبح متوفره في الاسواق قريبا. انغام احنا اكو احصائيه شو سوى الشريحه؟ أول شريحة سيتم زرعها بالدماغ لعلاج الاكتئاب نهائيا ستكون قريبا بالأسواق، متوفرة بالأسواق. احنا قبل فترة حكينا على إحصائية انه بسنة 2022 قلت حالات الانتحار والاكتئاب. حطلب منك طلب، أول شيء على كيفك. اي احس شلون بدك تضيم بالأخبار، كارهتني؟ لا بالعكس بالعكس، انا كلش استمتع بوجودك وياي والله. فهنا تقيم فدعة ربع ساعة باقية موجودة اليوم. يلا اي فشنو رأيك بهذه زراعة الشريحة اللي تنحط داخل الدماغ لعلاج الاكتئاب؟ شوفي الجميع بحاجة إلى شوية مشاعر إيجابية، يعني بصراحة أحكي لك إياها. نشوف المشاكل بالعراق، خلينا نحكي على العراق. يلا نحكي ما عندنا شيء، شيء بسيط يعني. نسبة البطالة كثيرة، حالات الطلاق، الصدمات العاطفية اللي بعض الناس بدأت تسوي لنفسها فد حلول، يعني فد درع واقي انه أنا اختار الشخص الصح اللي هو راح يكون لي السند والأمان وغيره. صحيح. وشخص استقر وياه. أنا دا أعرض نفسي لصدمات عاطفية، بالتالي يعني مرات شوفي احنا بمجرد انه يخيب ظننا بشخص احنا وثقنا به وحطينا اسرارنا عنده أو تعرضنا لابتزاز الكتروني. الكتروني صحيح. أوكي. هنا أنا بحد ذاته جميع إنه يا أرض فتحي
شقوا بالعين. بالعين صحيح. ليش حتى ما اريد ما تخلي اي حل اي حلول ما احط بالضبط حلول ما افكر انه انا شلون راح اعالج هذه المشكله لان احنا حوصلتنا صغرت للاسف الشديد. طاقه ماكو طاقه ماكو صبر ماكو صحيح. تحمل ماكو. يمكن اهلنا سابقا كانوا يتحملون المشاكل والصعوبات كذا، هسه حاليا بزمن السرعه نريد كل شيء سريع كل شيء سريع صحيح. طب طب خلاص انجح طب طب خلاص انا لازم يصير عندي وظيفه حكوميه. لا صحيح. ما هو انت اليوم عايش بلد 40 مليون نسمه، انت ببلد مشاكله هوايه، يا دوب الحكومه بدها تلحق على المشاكل. صحيح. احنا البارحه يمكن شفنا اصحاب العقود المهندسين بوزاره النقل اللي هم دا يعانون انهم ما مثبتين عقودهم ودا ينتظرون واقفين بالبرد وبالمطر واليوم ضباب ودرجه الحراره بانخفاض. فبالتالي احنا اليوم لازم نسوي نفسنا نحيط نفسنا بمشاعر ايجابيه، الصديق صحيح. الحقيقي الايجابي الاجواء بالعمل الاجواء اللي انت يعني رياضه حياتك الروتينيه لازم تكون بها ايجابيه. صحيح. اروح رياضه شويه تخلص من الطاقه السلبيه اللي بداخلك. بالضبط. اكل اكل ايجابي، يعني ما اقول لك روح اكل مثلا كذا 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 تريد وغيره وهذه، لا ماني اليوم ترى الاكل سعاده بصراحه. طبعا احنا العراقيين متعلقين احنا كل شيء بس انا بالنسبه لي مرات الاكل سعاده. اختار الافلام الايجابيه. اختار افلام يعني اتمنى تكون هذه الحلول موجوده عندهم. يعني اتمنى استوقف افكر اساني يوم افكر افكر بنفسي اذا انا عندي ازمه ماليه، إذا أنا عندي أزمة عاطفية، إذا أنا عندي أزمة عائلية، ألهي نفسي بأشياء إيجابية تخليني أنسى وأفرح بنفس الوقت. صح. إن شاء الله تكون هذه الحلول موجودة. وننتقل للحدث اللي بعده والأخير، خليها فرحك شوية. برشلونة يتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني بفوزه على ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. مبروك مبروك لنا أكيد. مبروك أكيد برشلونة. إن شاء الله تكمل فرحتنا فوز المنتخب. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله اليوم الفوز ان شاء الله. مشاعر ايجابيه الشوارع يعني هلا هلا شوي همين هلا هلا من الزحامات شوي تمشوا. يعني اتمنى اليوم شوي خلينا نسوي ثقافه انياتش للشباب اللي يتابعونا، يعني يا ريت هلا هلا اذا فاز العراق بدون استخدام العيارات. اي والله صحيح. الناريه لانه اكو اطفال بالشارع اكو عوائل يعني كثير عالم بدها تتاذى بسبب اطلاق النار. وخلي يعني خلي الفرحه حتى باستخدام الصعاده تكمل المفرقعات الناريه اللي هي الصعادات. اكو بعض يستخدموها استخدام خاطئ على السيارات. ذاك اليوم على السيارات يعني ذاك اليوم احنا بالشارع على السيارات يطلقوها. صحيح. هذا الشيء يعني غلط يسبب كارثه جدا كبيره الى داخل السياره. الله يحمي الجميع ان شاء الله وتكمل فرحتنا لهذا اليوم. ان شاء الله اليوم الفوز عراقي. ان شاء الله الفوز عراقي. وطبعا هذا كان اخر حدث، اتمنى استمتعتوا باحداثنا وحديثنا ويا نغومه. ان شاء الله ان شاء الله اكيد نهار سعيد ان شاء الله. مع السلامه. شكرا جزيلا. ننتقل إلى مع مراسلنا علي البطاط من البصرة لتغطية مباريات منتخبنا. خلينا نتحدث عن أجواء خليجي 25 في البصرة. كلنا خايفين بصراحة، المشاعر نوعا ما إيجابية لأن منتخبنا رفع راسنا مع نظيرنا أكيد اليمني ورفع راسنا مع السعودية، فبالتالي اليوم يعني نوعا ما التوقعات إيجابية. أكيد المنتخب الشقيق القطري قوي جدا لكن إن شاء الله الفوز عراقي. راح نتحدث ويا علي البطاط من البصرة بتغطية مباريات منتخبنا اليوم عن أجواء خليجي 25 في البصرة. بأي ساعة يمكن إحنا نسمع أن الجمهور دا يدخلون للملاعب من الساعة 12 أعتقد من الساعة 10 صباحا أعتذر أعرف. بالتالي يعني الكل متحمس والكل أكيد محاط بالمشاعر الإيجابية. علي البطاط يسعد صباحك أكيد من البصرة الحبيبة الفيحاء، احكي لنا على أجواء خليجي 25 في البصرة، شو الأخبار؟ فرحنا. يسعد صباحكم أكيد أجواء جميلة تشهدها محافظة البصرة يعني منذ فترة، لكن اليوم لها خصوصية كبيرة. يعني نشاهد منذ الساعة 7 صباحا والجماهير تتوجه نحو ملعب جذع النخلة. أنا الآن أتواجد في هذا الطريق من ساحة سعد مركز المدينة إلى ملعب جذع النخلة. ازدحام غير مسبوق تشهده شوارع المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح باتجاه ملعب المدينة يعني المدينة الرياضية.
يعني هناك زخم جماهيري بدا يصل الى محافظه البصره من المحافظات ومن داخل مركز المحافظه، اضافه الى الوفود الخليجيه. هذا الطريق يربط البصره بدوله الكويت، هناك لدينا منفذ بري، ايضا الوفود المتجعين البحرينيين والقطريين بداوا بالدخول منذ الساعات الصباح الاولى. صحيح. يعني تشاهدين اليوم البصره يعني تشهد توافد اعداد غفيره، تشهد زحامات كبيره، اجواء جميله تشهدها المدينه بتضافر الجميع. اليوم البصره يعني الجو فيها مميز خاصه من ناحيه التنظيم. بالضبط علي علي، خلينا نعم. نتكلم على المداخل الموجوده بملعب جذع النخله، يمكن 12 مدخل. هل هناك اشكاليات بدخول الجماهير الغفيره ام الدخول بانسيابيه؟ كان في السابق يعني حدثت ربما بعض المشاكل لكن تم معالجتها. اليوم بعد وضع يعني 11 بوابه للجماهير، كان هناك تنسيق عالي من قبل امن الملاعب والجهات المسؤوله على اليه وتسهيل دخول الجماهير. نعم. يعني ربما بحسب المعلومات التي وصلتنا انه المدرجات بدات تمتلئ منذ يعني منذ الآن. اكثر من ساعه. نعم. الجماهير انا كنت يعني منذ اكثر من 3 ساعات نحاول الوصول الى الملعب لكن لن نتمكن بسبب الزخم الجماهيري وبسبب يعني توافد السيارات، يعني اعداد السيارات التي دخلت الى مركز المدينه. اليوم الاليه تختلف عن السابق، التذاكر يتم يعني وضع اكثر من حاجز قبل دخول المدينه على بعد اكثر من 500 متر. اي شخص لا يحمل تذكره لن يسمح له بالدخول والوصول الى ملعب. حلو. يعني هذا الامر شويه بالضبط يعني احنا اليوم المباراه قويه جدا. اليوم مباراة بصراحة راح تكون حاسمة نوعا ما، النصف النهائي أكيد. الكل كنا احنا خايفين من المنتخب الشقيق القطري لأن احنا نعرف أنه منتخب قوي جدا، لكن إن شاء الله الفوز عراقي. شنو رأيك بالتوقعات، الأجواء اللي السائدة بالبصرة الحبيبة، شنو التوقعات بنتيجة المباراة لهذا اليوم؟ اليوم اكيد بعد يعني تصريح يعني المدرب المنتخب العراقي وايضا تفاؤل الجماهير وتوقعات الجماهير بان الفوز ان شاء الله يكون عراقي، وهذا ما اكد عليه اكثر من يعني حتى الكادر المنتخب. ويوم امس كان لنا حضور مع المدرب خلال المؤتمر الصحفي، اكد بان العراق يحتفظ بهذا الفوز، وبالتالي اليوم هناك مسانده كبيرة من المشجعين للمنتخب، الحضور الجماهيري حرفيا داخل الملعب، هذا يزيد ايضا من 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 قيمة المباراة، وبالتالي هناك اعداد كبيرة بدأت تصل الى الملعب. الجميع يتوقع بانه الفوز سيكون عراقي ان شاء الله. علي قبل الاجواء. نعم. شوف اللي خلفك يبيعون الاعلام العراقية، اكيد تشجيع للمنتخب العراقي. هاي الأجواء السائدة بالبصرة بحد ذاتها دا تفرحنا، دا نشوف اليوم الجمهور العراقي دا يشيل أو دا يرفع العلم القطري تشجيعا لقطر. خلينا نتكلم قبل لا تشوفنا الأجواء، خلينا نتكلم على المشجعين القطريين، برأيك إيش قد أعدادهم؟ نعم، بالنسبة للمشجعين القطريين والبحرينيين اليوم أيضا المسافة من البحرين إلى محافظة البصرة أكثر من 1000 كيلومتر، وبالتالي منذ يوم أمس ولحد هذا اليوم الحافلات تصل من البحرين عن طريق الكويت وعن طريق منفذ العبدلي وبثم السفان وتصل إلى محافظة البصرة. حلو. أعداد كبيرة من القطريين يتواجدون في محافظة البصرة، أيضا البعض يشجع المنتخب القطري. لدينا أيضا المباراة الثانية ستكون في 8:15 في ملعب الميناء، الذي هذا الملعب يتوسط مركز محافظة البصرة في منطقة المعقل. أيضا منذ اللحظات الأولى والحد الآن بدأت الجماهير تذهب إلى هذا الملعب. الجمهور والوافدين الخليجيين تفاجؤوا يعني بالحضور الجماهيري للمنتخبات، يعني المنتخب لا تعني اليوم المباراة لكن الجمهور العراقي
كان حضوره بشكل قوي في ملعب جذع النخله وايضا في ملعب الميناء. الميناء نعم. الجمهور الخليجي ايضا يعني متفاجئ بهاي الحضور. كان بالبدايه عندما نسالهم يعني شنو كان تصوركم عن البصره عن العراق، كانوا يقولون لدينا تردد عندما يعني اثناء المجيء الى علي. خلينا نوضح على اسعار التذاكر اللي دائما يصير عليها لغط ودخول السوق السوداء ببيع هذه التذاكر. اسعار التذاكر ما هي وكيف تم بيعها؟ اسعار التذاكر تتراوح من 100,000 الى 60,000 وصلت هذا اليوم. التذاكر الالكترونيه والتذاكر الورقيه اللي تباع ب الشارع يعني قبل 5 دقائق وجدنا شخص يعني يبيع هذه التذكرة سعرها 60,000. هذه الأسعار غير ثابتة، وصلت إلى 100,000 إلى 60,000. الآن التذاكر متواجدة يعني بشكل يعني أعداد كبيرة، أسواق موجودة. ربما أكو بعض أسعار يعني أغلى من هذا السعر لدى بعض يعني ضعاف النفوس، لكن الجهات الأمنية جاي تراقب هذه الأسعار بشكل دقيق. تم يعني اعتقال يوم امس اكثر من شخص يقوم برفع سعر هذه التذاكر، لكن اليوم الجميل انه التذاكر تباع بشكل سلس في اسواق بانتظام ونظام. هذا احنا يعني بصراحه شوف نعم. احنا يعكس هذا الحدث هو عن هويه العراقي. احنا ليش اليوم بدنا نسمع انه بعض الاعتقالات تصير لبعض الناس اللي يستخدمون السوق السوداء ببيع التذاكر؟ هذا بحد ذاته لازم نحاربه احنا، ولازم اليوم نبلغ يعني للجميع اللي دا يشاهدونا من خلال شاشه السومريه، اي شخص تحسه انه هو دا يستخدم التذاكر بطريقه خاطئه ودا يعكس هذا الحدث بطريقه سلبيه ببيع التذاكر بارقام هائله، هذا الشيء ما راح يعني مو احنا، هذا الشيء لازم احنا اليوم نكون نظاميين اكثر. بالفعل هو اليوم التنظيم يعني اكثر من السابق، البوابات اللي ربما على بعد اكثر من 500 متر التجدين، هناك اكثر من بوابه تقوم بالتفتيش وايضا فحص هذه التذاكر. ضروري هذا الامر اليوم يعني جعل التذاكر تباع بشكل بسيط وبانسيابيه دون اللجوء الى طرق الاحتيال. ايضا الحركه ما تصير تجدينها بشكل انسيابيه، مشاركه رجال المرور القوات الامنيه بكل المحافظات اليوم هي تشارك في هذه يعني في هذا العرس الكروي. الجميع يريد انجاح هذه البطوله التي اصبحت ايقونه في محافظه البصره تمثل العراق. فضلا عن الكرم البصري الجميل في هذه المباراه، تجدين سفراء مجلس التعاون، الوفود الخليجيه تتجول في سياراتها الخاصه دون حمايه. هذا ايضا يعطي صوره اجمل عن العراق وعن مدينه البصره بانها قادره على احتضان اكبر من هذه المباراه. علي خلينا نشوف الأجواء السائدة أكيد شنو اللي صاير بخليجي 25، الأجواء والمشاعر الإيجابية. أنا طبعا اليوم أحزدك، أنت راح تكون ضمن هذه الأجواء الجميلة الحماسية، يا ريتنا كنا وياك شوفنا. نعم يعني هذا الطريق كما تشاهدين هذا الطريق سيؤدي إلى المدينة الرياضية. ممكن الصورة رامي هذا على بعد تقريبا اقل من 500 متر، لكن السيارات بدات يعني العوائل والجماهير بدات يعني تترك سياراتها في هذه المناطق يعني سيرا على الاقدام تتوجه الى المدينه بسبب انه الزخم الحاصل اكيد الساعه 7 يعني زخم غير متوقع يعني لم تشهده محافظة البصرة منذ سنوات. يعني علي تعرف شنو اللي صاير؟ يعني يمكن صار كلام على انه الاعداد الغفيرة من الجماهير الموجودة بجذع النخلة وبملعب الميناء يعني اصبح اكثر من الاعداد الموجودة بمونديال كأس العالم في قطر. يعني اصبحت اعدادنا احنا يمكن تجاوزت الاعداد الموجودة بكأس العالم. بالطبع احنا لدينا ملعب جذع النخله سعه 65,000 متفرج،
خارج الملعب كانت في المباراه السابقه اكثر من 15,000 متفرج هو بقى بمحيط الملعب، اضافه الى ملعب الميناء. يعني كانت مبارتين، الاولى كانت في جذع النقله والثانيه في الميناء، الميناء يتسع الى 30,000 مشجع، ايضا امتلأت المدرجات خلال ساعات. الجميل في هذه المباراه يعني عندما تنتهي المباراه تجهيز الجمهور يقوم بتنظيف مداخل الملعب، يعني داخل الملعب خارج الملعب، تعاون كبير مع امن الملاعب، هذا يعطي حيويه للمباراه اكثر. الجمهور يعني تشوفين التعاون والروح القوه ما بين الجميع، حتى الوفود الخليجيه كنت تتجول يعني في شوارع البصره في الازقه في الاسواق، تتعرف على اكلات البصره، على المطاعم، على المتاحف، على الشغلات ربما. زميلي علي اكيد البطاط، انا جدا اشكرك، يا رب اليوم ان شاء الله الفوز عراقي باذن الله، باذن الله الفوز عراقي، ولو ان كان الفوز قطري او الفوز عراقي احنا فرحانين بكل الاحوال، لان هذا الحدث هو بحد ذاته فوز للعراق العظيم. اكيد شكرا جزيلا علي، شكرا جزيلا، شكرا، يعطيك العافيه، شكرا. ننتقل الى الخلطات المنزليه ومدى تاثيرها السلبي على البشره. شوفوا اليوم خلينا ننطي ثقافة لكل المتابعين والمتابعات اللي يهتمون ببشرتهم. بالفترة الأخيرة أصبح الاهتمام بالبشرة هو لايف ستايل، أسلوب حياة الكل. يمكن أنا أستخدم ماسكات ليلية وماسكات صباحية حتى أحافظ على بشرتي، أحافظ على الشباب الموجود ببشرتي، خاصة بالشتاء إحنا لازم نزود الاهتمام بالبشرة بخلطات منزلية طبيعية باستخدام العسل، باستخدام الزيوت الأرغان وغيرها من الزيوت المهمة للبشرة، لكن هناك مقادير محدودة. فخلينا اليوم ناخذ ثقافة أكيد من خلال الدكتور مصطفى ناجي، طبيب ممارس عام، عبر الهاتف. خلينا نسأله بكيفية استخدام الخلطات المنزلية بمقادير معينة دون التأثير على البشرة بشكل سلبي. يسعد صباحك دكتور، كيف الحال؟ أهلا وسهلا، شلونك؟ إن شاء الله تمام دكتور، نورتنا أكيد. اهلا وسهلا بيك، نورتنا. الله يسلمك. احنا اليوم بحاجه الى نصائحك يا دكتور بطريقه كيفيه استخدام الخلطات المنزليه. المقادير هناك مقادير محدوده، عدم الثقه، يمكن نشوف بالفتره الاخيره الترند الموضه اللي صايره عند بعض النساء انهم مسوين ورشات عمل ببيتهم، يسوون خلطات منزليه طبيعيه ويبيعوها. لكن اليوم خلينا ننطي ثقافة أولاً، إذا بشرتنا مختلطة، جافة، دهنية، لازم أني أستشير دكتور قبل لا أستخدم أي خلطة أو قبل لا أستخدم أي منتج طبيعي. فخلينا من خلالك، هل الخلطات المنزلية خطيرة وسلبية وممكن أنه تصبح كارثة على البشرة دكتور مصطفى؟ أي نعم بالضبط، نعم ستنا العزيزة، هناك خلطات طبعا منزلية طبيعية اللي هي نعم. الخلطات البسيطة اللي ممكن أي شخص أو أي مثل ما نقول أي فتاة أو شاب ممكن يستخدمها كخلطات مثل ما تفضلتي حضرتك، ايش العسل أو خلطة القهوة، ماسك القهوة، ماسك اللبن، هذين الخلطات اللي بالبيت هي أصلا مواد طبيعية، ممكن نعم. أيضا قشور الخيار أو غيرها، أي مواد هي طبيعية هي مغذية تكون للبشرة. أما اللي نلاحظه صراحة اللي الآن موجود هو ترند مثل ما تفضلتي حضرتك، هو الخلطات اللي تباع دون استشارة طبيب أو الخلطات نعم. اللي يسووها بالبيوت دون استشارة طبيب، مثل ما تفضلت حضرتك أنه البشرة هي أنواع، هناك بشرة جافة، بشرة دهنية، العناية بالبشرة يختلف من موسم إلى موسم، العناية بالصيف تختلف عن العناية بالشتاء، العناية بين المرأة والرجل أيضا تختلف حرفيا. كل هذه الخلطات، كل هذه العناية بالبشرة وأنواع البشرة هاي يحددها هو طبيب الاختصاص الجلدية. يعني احنا اللي جاي نشوفه للاسف هو قله وعي وقله ادراك من قبل بعض المواطنين تجاه هذه الخلطات، يعني هذه الخلطات اللي تنباع باسامي تجاريه عديده متنوعه موجوده بالسوق، هذه خلطات ما تكون تحت اشراف طبيب اختصاص ولا تكون مصرحه من وزاره الصحه العراقيه ايضا اغلبها. من تلزمين العبوه، انا مره جبت واحده من الخلطات المشهوره جدا، لزمت العبوه، انا اريد اقرا المحتويات المكونات اي المقادير اللي داخله حرفيا دكتور، سولف لنا على المقادير اللي اكتشفتها ببعض الخلطات اللي انت ردت تكشف انه شنو هذا المنتج يحتوي. حلو
شنو اللي لقيته؟ ستنا العزيزة ابدا ما تقدرين تعرفين شنو اللي موجود، لكن حسب ما نسال اطباء اختصاصي زملائنا اختصاص الجلدية من سالتهم مثلا مرة قلت لهم طبيبة ويانا قلت لهم يمكن شنو اللي يخلون بيها بحيث الناس تقبل على هاي الخلطات؟ قال لك يخلون مواد كيميائية ومواد ستيرويد الكورتيزون، وحضرتك واغلب الناس يعرفون شنو الكورتيزون اذا اكيد طبعا خلطة اذا بالضبط ما ينأخذ بجرع محددة ممكن انه تتأثر البشرة وتتدمر نهائيا تؤدي الى حروق حقيقه، اكثر واي من المراجعين تقشير للبشره صحيح يسبب حرق من الدرجه الاولى، مرات ايضا يعني ممكن يسوي هذه الخلطات نتيجه عدم وجود مقادير محدده ومقادير معينه. اللي يعجبني يعني بكلامك اللي يعجبني بكلامك شخصية. دكتور مصطفى اذا نعم. تسمح لي اللي يعجبني بكلامك استخدام نعم. الكورتيزون بجرع يمكن اوفر دوز ممكن انه تسبب حروق بالبشره. خلينا ننتقل الى الامراض اللي ممكن تسببها لبشرتنا ولجسمنا. احنا بدنا نعرف بالفتره الاخيره اكو خلطات طبيعيه للجسم اللي نسمع عنها اللي هي التبييض، التايتنج اللي هي تشد البشره، اللي هي تاخر ممكن نمو الشعر وغيرها، من ضمنها ممكن حتى استخدام خلطات بها روائح فرمون، وزياده الفرمون يمكن نسبه الفرمون العاليه الموجوده بالخلطات اللي ممكن نحطها على جسمنا تسبب تحسس ومشاكل يعني ما لا نهايه. فخلينا اكيد ناخذ من عندك ثقافه انه شنو الامراض اللي ممكن ناخذها من استخدام الخلطات المنزليه او نشتريها من بعض الاناس اللي يستخدموها اللي بيعوها تسبب لبشرتنا وجسمنا. اكيد نعم ستنا العزيزه، اهم نقطتين هي اللوكال احنا افكت نسميه والسيستميك افكت. اللوكال افكت هو راح يكون التاثير المحدود اللي هو على الجلد او البشره. نعم. هذا الجلد او البشره هي جدا هو الوسيله الاولى الدفاعيه للجسم. نعم. يعني الناس ما تعرف انه الجلد هو وسيله دفاعيه مهمه من وسائل دفاع الجسم. احنا من راح نجي نستخدم هذه الخلطات بدون وصف طبيب وبدون درايه راح تؤدي الى ضعف في هذه البشره الطبقه الحاميه، انه راح يسوي لنا تهيج للجلد، ممكن تحسس للجلد، راح يكون مثل ما نقول الجلد راح يكون رقيق معرض الى مثل ما نقول الاصابه بالالتهابات وكثير من الامراض. النوع الاخر ايضا التاثير اللي هو سيستمك على كامل الجسم، تدرين حضرتك الجلد هو يمتص هذه المواد الكيميائيه ويمتص هذا الستيرويد، هذا راح يروح الى جسم الانسان، راح يتم هضمه وراح يتم مثل ما نقول عمليه استخراجه وافرازه من الجسم، هذا راح ياثر ممكن ياثر على الكلى، ممكن ياثر على الكبد، ممكن ايضا ياثر على المستويات الدم. فاحنا وصفات هذه صراحه جميع الاطباء ما ينصحون نهائيا بهذه الخلطات الا باشراف طبيب. امر اخر ايضا خطوره هذه الخلطات، يعني انا واحد من الناس مثلا استشاري طبيبه جلديه، انا شخصيا كطبيب ما اخذت كريم من يعني من عندي من حالي، رحت على طبيبه جلديه عاينت عندي انا مثل ما نقول كلفي وجهي انا بشرتي انا شخصا كطبيب ما وصفت لحالي، ليش؟ لانه طبيبه جلديه شافت الافكت اول اسبوعين قالت لي اوكي دكتور مصطفى راح نزيد الجرعه، هسه الافكت التاثير ممتاز، هسه راح نقلل الجرعه، هسه راح نستخدم نوع اخر من الكريم للترطيب. فهي هذا السر بالموضوع، الناس تاخذ الخلطه وتروح تستخدمها للاسف الشديد دكتور مصطفى، يعني هذا اللي احنا يقلقنا اليوم. من خلالك اكيد راح ناخذ كثير من النصائح وكثير من الـ يعني التحذير اللي ممكن تنطينا اياه حتى نستفاد. خليني اخذك تشوفني على التلفزيون. اي نعم تمام. خليني اخذك الى استطلاع اعدته لنا زميلتي اكيد نور الجميلي بخصوص استخدام الخلطات المنزليه بطريقه خاطئه ممكن تسبب مشاكل للبشره. خلينا نروح. يسعد مساكم متابعي برنامج مورنينج لايف، موضوع استطلاعنا اليوم هو عن الخلطات المنزليه السلبيه وتاثيرها على البشره، خليكم ويانا نشوف اراء الناس في هذا الاستطلاع. يعني اذا مثلا خلت راسا وجهها راح يطلع حبوب لو مثلا يتغير شكلها، واكو خلطات لا زينه يعني اذا مضبوطه اذا من صيدليه لا زينه، بس اذا هيك مع البيت وشي اكو شي يبيعون لا ما يعني ما تعجبني لان شفت قدامي. في خلطات حقيقيه وفيها خلطات معموله يعني نقول مغشوشه من جميع المواد المضره للبشره، وهذا يؤدي الى تلف البشره ويؤدي الى امراض مزمنه ايضا للبشره. فاكو خلطات حقيقيه يعني من قبل صيادله ودكاتره واستشارات يعني نقول موجهه من وزاره الصحه
يعني هي المسؤولة عن هذه المواد. لكن المعمول الآن تشوفين أن أكثر المواقع أنه كثير خلطات اللي يعملوها بديهم، اللي يبثون برامج ومواقع كلها يعني نقول ما إلها أي صحة. طبعا الخلطات اللي يسووها بالمنازل هي اكيد تاذي البشره، لان بها ماده الدورمودين والكورتيزونات، هذه كلها بالبدايه تسوي البشره كلش حلوه ويصير بها حمار، وبعدين بعد فتره الشعيرات تطلع يعني تظهر تبين، وورا ما يصير هذا الحمار يتحول الى لون جوزي بعدين يصير كلف. فهذه المفروض يعني الست الواعيه تنتبه الى هذا الشيء، هي تعتني ببشرتها هي داخل البيت، تقدر مثلا شرب الماء الكافي، يعني تاكل الغذاء جيد، ايضا الحاله النفسيه لها تاثير على ذلك. والمراه لما تبدي العنايه ببشرتها يعني من هي تكون صغيره من عمر شبابها من 30 فما فوق، فباستمرار العنايه وبالتدريج راح يعني تكون بشرتها جميله ولطيفه. لا لا، الخلطات المنزليه نحن نستخدمها كخيار ما خيار او لبن، هاي سوالف اهلنا، لا طبيعيه الوضعيه عندنا، بس احنا نشك بخلطات الخارجيه يعني المنتجات. تدرين نفس الوضع مو مثل انه تجيب منتج تستخدمه مره او مرتين ما ناجح. والله هو يعني ما اخذها، لازم اسال يعني قبلها، اسال مثلا ادخل على جوجل اشوف المستحضر مثلا اثاره الجانبيه او هيك شيء قبل لا اخذه، وهم يعني من اصدقائي انه من شخص لشخص مجربه. اي فانه هي ثقافه حلوه انه تنتشر، مثل واقي الشمس، باقي المستحضرات الزينه يعني الغسولات. يعني الخلطات اللي تصير داخل المنزل، الخلطات المنزليه لها تاثيرات سلبيه على البشره؟ هو المفروض يعني مو كل واحد يسويها، يعني لان مثل الشغلات الطبيعية مثل الزنجبيل، الأشياء العادية ممكن ليمون أو هيك أشياء عادي طبيعية، بس إنه مثل أكو يعني خبطات يسووها الصيادلة، أو يعني خبطات هم يخبطوها بديناتهم، ما أنصح بها، إنه يكون يعني تجيب مستحضر هو جاهز ويكون أفضل إلك. وصلنا وياكم من نهاية استطلاعنا لهذا اليوم لبرنامج مورنينج لايف من رجوين. شكرا نور على هذا الاستطلاع. اكيد ارجع مع الدكتور اكيد مصطفى ناجي طبيب ممارس. خلينا نتكلم على موضوع جدا مهم، اللي هو بعض النساء اللي تقنع الزبونات انه انا عندي خلطه طبيعيه وهي ترجمتها الى حبايه، اوكي راح تقول انه هاي الحبايه كل موادها طبيعيه 100%. دكتور تسمعني مو؟ اي نعم اوكي. انه حبوب اوكي، وتقول يعني هي تقنع الزبونه انه هاي الحبايه هي طبيعيه 100%، بالتالي الزبونه راح تاخذها الحبايه وراح تاخذ يوميه حبايه اللي هي تبيض، شد بشره، ما اعرف شنو المكونات اللي حاطيها، بالتالي تسبب مشاكل جدا كبيره. حتى تدري انت الخارجيه، المشاكل الخارجيه ممكن انه تعالج، لكن الحبوب اللي احنا ناخذها اللي هي تصير تاثر داخليا بجسمنا مشاكلها اكبر وامراضها اكثر واكثر خطوره. اكيد ست، بس اولا اذا تسمحي لي تعقيب. تفضل. اكيد تفضل. جدا فرحني انه اغلب الناس يحذرون من هذا الشيء وعندهم وعي، وعندهم وعي. اذا تتذكرين قبل فتره ايضا كان هناك ترند عن المنحفات والناس اقبلت عليه، الان الناس صار عندها ادراك عن المنحفات، مو كلها مفيده، هوايه من المنحفات ضاره. كذلك الان الناس بدات تتوعى شوي شوي على الخلطات او على الحبوب ايضا. يعني انا اتفاجئ صراحه انه هناك حبوب لتبييض، تبييض مناطق معينه، حبوب هذه كلها اغلبها صراحه اغلبها هي نصب واحتيال على الناس وعلى وعيها. الناس مثلا فتاه يقنعون مثلا فتاه مقبله على الزواج انت شلون راح تتزوجين، صحيح بشرتك تعي انطيك هذه الحبوب تكبير وما ادري ايش، شايف هاي اللي تسمعها انه تكبير بالضبط 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 يعني بالضبط. يا ساتر، انه ممكن تاثر على هرمونات هذه الفتاه وتسبب لها مشاكل على المبيض على الرحم. يعني دكتور احنا اليوم لازم من خلالك اريد تحذير لكل النساء والشباب اللي ممكن يستخدمون الخلطات المنزليه الطبيعيه بمقادير خاطئه او يشترون خلطات طبيعيه من اشخاص، يعني هذا الشيء بحد ذاته خطير جدا.
اكيد انا حتى على حساباتي بالسوشيال ميديا دائما انزل وعي على حول هذا الموضوع، حتى من ذكرنا انه بعض الخلطات الطبيعيه اللي بالبيت نستخدمها سواء اللبن او الليمون مثلا الطبيعي، ترى حتى هاي لازم تكون باستشاره الطبيب، لانه اللبن او الليمون هو يحتوي على احماض، هذه الاحماض ايضا تضر الجلد وتضر البشره اذا ما تم استخدامها بطريقه معينه بفترات متباعده. فلذلك دائما انا صراحه انصح الناس اوعي الناس اروح على طبيب اختصاص جلدي حصرا هو اللي يعتني لك ببشرتك، هو اللي راح يشوف لك بشرتك شو اللي تحتاج، هو اللي راح يسوي لك الكورت العلاجي، هو اللي راح يسوي لك الخلطه اذا تحتاج خلطه حقيقيه. اما الخلطات اللي تصير بالبيوت او تباع تجاريا فارجو الحذر من عندها، واقرا اي خلطه تقراها اقرا شوف هل اكو مكونات، انا 90% من الخلطات الموجوده غير مكتوب اي مكونات وهذا جدا خطر على الصحه. دكتور مصطفى ناجي طبيب ممارس عام، وأنا جدا أشكرك على النصائح والأكيد التحذيرات اللي انطيتنا إياها بخصوص استخدام الخلطات المنزلية الطبيعية دون المقادير الصحيحة، أو شراء الخلطات الطبيعية من بعض الأناس الغير موثوقين منهم. لازم اليوم إحنا نستشار طبيب جلدية خاص حتى ينطينا المشكلة اللي إحنا نعاني منها. شكرا جزيلا لك دكتور. ننتقل إلى فوبيا مراجعة المؤسسات الحكومية بسبب الإجراءات الروتينية. أنا منهم، أنا عندي كلش فوبيا وأتعاجز بسبب البيروقراطية الموجودة ببعض المؤسسات الحكومية والإجراءات الكبيرة والطويلة طويلة الأمد اللي تخلي الشخص أنه هو عنده فوبيا وخوف أنه يروح للمؤسسة الحكومية حتى يحل مشكلته. احنا نريد اليوم نسأل بصراحة، هل يقوم الموظفين بواجبهم للمواطن دون يعني دون منية مثل ما نقول؟ ما معنى قانون انضباط الموظف وشن هي أحكام القانون يخلينا ناخذ دائما القانون والمحامين حاضرين معنا بمورنينج لايف ينطينا ثقافة قانونية؟ أتمنى دائما احنا نتمنى ونأمل انه تصير مادة دراسية قانونية بكل المدارس تبدأ من الصف السادس أو الأول المتوسط حتى يعرف المواطن العراقي ما عليه وماذا يجب أن يفعل مع القانون العراقي. أكيد اليوم ويانا حضرة المحامي علي محمد، أهلا وسهلا بك، رح ناخذ منه أكيد إجراءات قانونية حتى نتجنب الإجراءات الروتينية والفوبيا من الذهاب إلى المؤسسات الحكومية. عليكم السلام والرحمة، كيف الحال؟ يسعد صباحك. الحمد لله تمام. شلونك؟ صباح النور عليك وعلى ضيفتك الكريمه وعلى كادر البرنامج. ممنوع من عباتن التوتر، بدي اشوف وجهك كلش متوتر. لا هاي مو اول مره حتى. تمام ننطلق متفقين قبل اني اكيد طبعا اعرف طبعا اشرف بك اكيد دكتور حضره المحامي علي محمد. خلينا نتكلم على قانونيا ما معنى قانون انضباط الموظف وشنو هي أحكامها القانونية من خلال فوبيا مراجعة المؤسسات الحكومية بسبب الإجراءات الروتينية الكثيرة والطويلة بصراحة. طبعا احنا بالبداية راح نتكلم عن الموظف والوظيفة العامة بصورة عامة. هذا الكلام يشمل 3 مليون نسمة، فخلينا نميز بين الموظف اللي يشتغل واللي يعمل واللي يروح يخلص يومه بالشغل ويخدم المواطن. حلو. وبين الموظف اللي احنا دا نقصده بهذا الجانب اللي هو المتكاسل المتخاذل المخالف اللي ما يشتغل اللي هو تنطبق عليه اللي يتقصد يسوي منية على المراجع. صراحة بالضبط، اللي ما مقتنع انه هو دا يشتغل براتب حتى يؤدي او يخدم المواطن او ما يعرف اصلا شنو معنى الوظيفة العامة. بداية الوظيفة العامة عرفها القانون انه هي تكليف وطني خدمي اجتماعي يهدف القائم به لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن حسب ضوابط هذا القانون. حلو. طبعا اللي ينظم علاقة الموظف بالدولة هو قانون انضباط موظفين الدولة، هسه اللي حضرتك سألت عليه. نعم. فهو اللي ينظم العلاقة العقدية بين الموظف وبين الدولة. هذا القانون يشتمل عدة أحكام، منها حدد وقت الدوام، وحدد أنه الدولة هي الطرف المذعن الطرف القوي بالعقد اللي هي تقدر تلزم على الموظف أي التزامات، وحدد واجبات الموظف، وحدد حقوق الموظف، وحدد العقوبات اللي تزرع على الموظف في حالة مخالفته الإدارية. أما المخالفات الجزائية فانطبق عليها قانون العقوبات العراقي. قانون الموظف قانون خدمة انضباط موظفي الدولة قال إنه الموظف بالبداية رتب عليه حقوق. حلو. وبعدين انطى واجبات، بعدين انطى حدد العقوبات اللي تستلزم عند الموظف المخالف. فنحكي عن شوية عن أحكامه بصورة يعني سريعة. سريعة. أول شيء إنه الموظف مكلف بخدمة عامة مقابل أجر. هذا الأجر يتلقاه نتيجة خدمة المواطن. حلو.
هذا الأجر دائما يكون شهري. الموظف يلتزم أثناء تواجده بالدوام هو يكون وقته كله للعمل. الموظف يلتزم بالحفاظ على أدوات الدائرة، عدم استغلالها بشكل شخصي مثل السيارة. السيارات وايد نشوف سيارات حكومية تفتر بالشارع، هذه ما أجازها القانون حرفيا. يعني جيت أنت على الجرح اللي هو يعني بعض الموظفين للأسف الشديد. إحنا اليوم ما نوجه أصابع الاتهام، لكن هذا اللي صاير واللي حاصل بالشارع العراقي طبعاً. استخدام السيارات الحكومية لأغراض صراحة شخصية بعيدة كل البعد عن المهنة والمهنية طبعاً. واحترام المهنة. فالقانون ما أجاز لا استخدام الآلات ولا استخدام السيارات ولا حتى أثاث الدائرة. والقانون أيضا أنه فرض كثير كثير على الحفاظ على أسرار الدولة والحفاظ على أسرار المكان اللي تشتغل به. يعني ما يصير واحد يطلع يسولف أسرار الدائرة، موارد الدائرة، أمور الدائرة. القانون قال أنه اللي يطلع بعد إنهاء خدمته لازم يسلم ذمته سليمة. فهي الواجبات اللي حددها القانون على الموظف العراقي. أما الحقوق اللي هو احترامه، احترام الموظف واحترام الدائرة واحترام المسؤول اللي موجود بهذه الدائرة. بعض العقوبات اللي نص عليها هي اللي هي الإنذار والتوبيخ. خلينا ننتقل حضرة المحامي للموضوع الأهم والشغل الشاغل واللي إحنا كلنا معانين من عنده، الإجراءات الروتينية والبيروقراطية وبعض الموظفين اللي يسوون. شوف أنا اليوم مو ضد الموظف اللي يحترم عمله ويحترم رزقه، يحترم وظيفته الحكومية، أنا مو ضدها طبعاً. إحنا كلنا شاشة السومرية ندعم العراق ونحب العراق، وإحنا السومرية مواطنين حقيقيين من كل الموظفين يعني أمانة. لكن خلينا نروح على إحنا مؤسسة خاصة، نروح على المؤسسة الحكومية. لما أنا عندي فد معاملة أرد أراجعها يم الموظف الفلاني اللي أنا أروح أوقف الشباك أتحمل برد وحر ولمدة طويلة، يعني يمكن أنا اليوم البارحة بالشارع كنت أشوف رجال كبير ومرتدى ينتظرون محامي حتى يراجع لهم بيع معاملتهم، يخليهم هو قاعد يشكي على المحامي يسولف الولد يقول له المحامي يعني حشاك أكيد المحامي خليني أنتظر الثلاثة بالبرد وأنا رجال كبير أنا ومرتي حتى يمشي لي المعاملة الحكومية اللي هو عنده فوبيا إنه هو يروح يراجع بمعاملته. فيروح أكيد يروح إحنا هي شغلة طويلة وعريضة ويرادلها يعني عشر ساعات من الشرح، مو فقرة أحسن، مو فقرة إحنا 20 دقيقة بصراحة. خلينا نحكي على هذا الموظف البيروقراطية عنده اللي أخر المعاملة ويتقصد بتأخير المعاملة، اللي ما يؤدي عمله بصح، اللي سبب الفوبيا لبعض الناس خلال مراجعة بمعاملاتهم الرسمية. الكثير من الموظفين يعتقد أن هذا المكان اللي قاعد به هو ملكه. أنا هذا المكان ملكي، أنا خلال هاي الثمان ساعات أنا رئيس وزراء هذا المكان. فتجين تلقين تعليمات مخالفة، تجين مرات مزاجة، مرات يشوف شخص يضحك قباله عجبه يمشي، مرات شخص ما عجبه يمشي. تعرفين أنت مرات تشوفين شخص ترتاحي له، مرات تشوفين شخص مثلا. فهذه المزاجية اللي تحكمها هي أول شيء لأنه تعليمات مو صحيحة، وأكثر التعليمات هي تجي مخالفة للقانون. يعني بأحد دوائر الدولة صادرة تعليمات ومكتوبة. طبعاً المفروض اللي قائم اللي يلزم دائرة المفروض يعرف إنه القوانين ويعرف مخالفة القوانين. كاتب تعليمات إنه المحامي اللي راجع لازم ينطي جنسيته وبطاقة السكن. فالقانون يقول إنه المحامي ملزم تقديم وكالة وهوية. فمن حاجته يقول له أنا عندي تعليمات. زين التعليمات أعلى من القانون، فهو حتى مدى يعرف ويفرق بين التعليمات وبين القانون. هي التعليمات تصدر لتسهيل تنفيذ وتطبيق القانون، انت تخالف القانون بتعليماتك واجتهاداتك الشخصيه. فهذه طبعا تخلي العالم انه ما يقدر اكثر العالم يقول لك اني ما عادي هذا الموظف، لان هذا الموظف راح يرجعني فد خمس مرات، وهذا الاجراء اللي كلش تعبان دائما صحه الصدور، روح جيب لي صحه الصدور. قد يكون قسام من محافظه او من محافظه لاخ، او ورقه جايه من محافظه لاخ، انا ادز بها صحه الصدور، وصحه الصدور شهر يلا تجي من المحافظه والبريد المركزي. وهذه طبعا هي نتيجه المعاملات ورقيه، فخلت العالم انه فوبيا، انا من اروح اراجع دوله انا راح اتاخر. لازم اول شغله اسويها من داري اراجع دوله اراجع خابر واحد اقول له يابا عندك عرف فلان دائره حتى انه اروح، لانه ما اقدر اراجع. طبعا بعض الدوائر مو الكل، يعني حادث الحكي ما ينوخذ علينا اكو موظفين. لا احنا بعض الدوائر، شوف احنا وبعض الموظفين بعض الدوائر اليوم العراق معاملاتها ورقيه
طبعاً. إذا نريد نشوف نظام السرعة بالدول، يعني تخيل بدولة الإمارات أصبح أنت تنطي هويتك بماكينة تنطي هويتك يطلع لك جواز، يطلع لك جواز إلكتروني. خلينا نحكي عن مشاكلنا لينفتح قلبنا هم يعباك سكينة وتدخل بالقلب طبعاً. لما أنت تسمع هيك الدول السرعة والتطور الموجود بالدول، وإحنا بعدنا خايفين من الموظفين، والموظفين أصلاً ملوا من المعاملات الروتينية والبيروقراطية والمعاملة تطول 6 أشهر 3 أشهر، يعني ترى بحد ذاته كارثة. اليوم البطاقة الوطنية يقول لك 3 أشهر يلا تصدر. هسه هذا الاصدار واحد بس، كم اجراءات بالبطاقه الوطنيه للحمد لله والشكر احسن من قبل بهوايه، بس البطاقه طبع ماكو، لانه البطاقه ما تطبع هنا، ما تطبع داخل العراق، تطبع خارج العراق. بس كاجراءات يعني الحمد لله والشكر انه نوصل انه اجراءات سريعه. مع العلم مرات يقول لك هاي الشهاده الجنسيه ما تجيب لي بيها صحه صدور، او ارجع للاوليات، او ارجع للقيد 57، اجراءاتهم طويله وتطول والتعب. عمل الموظفين والدوائر الحكومية قديمة جدا. خليني أخذك إلى تقرير إذا تسمح لي حضرة المحامي حتى نشوف الشارع العراقي ورأي الشارع العراقي بالمعاملات الروتينية وفوبيا الذهاب إلى المؤسسات الحكومية بسبب أنه القضية راح تأخذ فت شهر شهرين حتى أحقق المعاملة للأسف الشديد. أكيد زميلي علي خشان حاضر، يعطيك العافية أكيد علي، تفضل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف. استطلاعنا لهذا اليوم هو بخصوص استياء المواطنين عند مراجعة الدوائر الحكومية بترويج المعاملة، وذلك بسبب الإجراء الروتيني القاتل. خليكم ويانا لمعرفة آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. أكيد الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة ومؤسساتها طبعا أكيد هذا أزعجت المواطن في جميع الأمور. يعني المواطن عندما يذهب إلى دائرة ما عند معاملة يمشيها هناك صعوبات إلاخي من قبل الموظفين، يعني إجراءات مو صحيحة، يعني أصعد فوق، انزل، روح اختم، روح سوي، روح ما أدري شنو، وتأخير يعني وعود يعني يطولون بها، تعال من أسبوع أو 10 أيام أو شهر. هذا طبعا يأثر على واقع المواطن. يعني نطالب الحكومة بتفعيل الاجراءات الانظمه الالكترونيه، انه يكون حجز مسبق، انه يكون اغلب المعامله تنقضي الكترونيا، مكان ما المواطن بطوابير واقف وينتظر، وحتى مكانات بعض الدوائر الحكوميه حتى مكانات الانتظار المواطن ما موجود بيها، مثل ما نشوف غير محافظات. ابسط شيء عندنا محافظات الاقليم، تروح مكان قد يجوز حتى تقعد بيه مرتاح، الرقم مالك من تمشي معامله او فتشي، مجرد أن تنتظر الرقم يطلع لك أنت تروح للشباك المطلوب أن تراجع من عنده. ما مثل هنا أغلب دوائرنا أنه منتراجع مثل دائرة معينة تلقى طوابير مكدسة أمام شباك أو شباكين مو أكثر حتى يمشوا لك المعاملة. فلازم هسه متطور أجهزة التنقلات بالأجهزة، لازم يسهلوا. يعني إحنا بالعكس تسوين مغلينها فد مرة، يعني مسخنينها فد مرة، تمام لولا؟ فيعني لازم يسهلون المواطن بحالات، يعني حالاته حرجة، مريض، ومكان بعيد، تمام؟ فلازم تسهلات تسوي، لازم يعني اكو امكانيات واكو قدرات بالدولة. ليش مثلا معاملة جواز سفر من تسويها في اي بي يجي لك ورا 3 ساعات، ورا ساعتين تستلمه، بينما اذا تجي بها بالروتينات راح اسبوع 10 أيام 15 يوم، يا ربما ما ينطبع، لانه الدائره ما يطبع بغداد، ما يطبع مثلا، انا من كركوك بيوم واحد مثلا بساعتين 3 ساعات مستلمه كودن منطيه في اي بي. كل دائره تروح تراجعها ياخذون منك فلوس، ما بيها مجال، كل دائره. وخلي يسمعوني كل الموظفين، يعني بيهم ناس زينه بيهم ناس سيئين. يعني انت وين ما تروح لازم تدفع باي معامله. انا واحد من الناس، مره وديت والدتي الله يرحمها تقاعد العامه، والدتي ونسوان وياهم يمكن بيهم بالمئة وحده، شغلات 5 دقائق بس تبصهم وتطلع. هاي كل سنه روتيني، هم قاعدين يلعبون بالموبايلات. يعني الا هددتهم قلتهم اكو كاميرات برا راح اروح اشتكي عليكم، يلا مشوا الناس وبثواني. والله احس ان احنا النظام فاشل، المفروض نظام الكتروني اسوه بدول العالم البقيه، فسته بكل مكان بالعالم. مثلا عندك بالامارات العربيه الجواز يوصلك للبيت، الجنسيه توصلك للبيت، فالنظام لازم يركزون على النظام الالكتروني بالعراق.
بغض يعني يغضون النظر عن السجلات والمعاملات الروتينية التعبانة ويأسسون في النظام الكتروني مرتب أن المواطن هو قاعد ببيته توصل المعاملة للبيت أو هو بالبيت يشتغل على معاملته ويكمله. مشاهدينا الكرام استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، نتمنى من الجهات ذات العلاقة إيجاد صورة حل لهذا الإجراء الروتيني القاتل. إلى هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم، وهذه عودة للزملاء باستوديو مورنينج لايف. شكرا علي على هذا الاستطلاع أكيد والتقرير، يعطيك العافية علي خشان زميلي العزيز. خلينا ننتقل لموضوع جدا مهم اللي احنا النساء، أنا عن نفسي اليوم أعاني من أني إذا رحت بعض المؤسسات الحكومية حتى أراجع بمعاملة وأتحمل الروتين وأتحمل أن المعاملة تطول وبيرقراطية وقال فلان وروح اصعدي للقسم الفلاني وروحي ختمي وروحي سوي وروحي وقعي، أتحمل تحرش. يعني التحرش اللي يصير ببعض المؤسسات الحكومية من بعض الموظفين، احنا اليوم نحط أصابع الاتهام على بعض الموظفين اللي يتقصدون ويستخدمون مكانتهم الوظيفية ورتبتهم الوظيفية بالتحرش ببعض النساء حتى يسهلوا لهم المعاملة. يعني أكو فد شغلات إحنا ما نريد نتكلم بالخط العريض لكن هذا واقع. اليوم الموظف إذا أساء التصرف مع المراجع شنو اللي ممكن أني أسويه؟ إذا أني خلينا اليوم ننطي ثقافة بصراحة، اللي متعرض للتحرش ببعض المؤسسات الحكوميه، اللي شخص يعني عندها معامله رسميه وهي تحت رحمته صارت، بالتالي اقدر اليوم ارفع قضيه حضره المحامي على هذا المتحرش الموظف الحكومي صاحب هذه المهنه صاحب هاي الوظيفه فوق ما اني متحمله الاجراءات الروتينيه الطويله؟ طبعا بإمكانك أول شيء أنه أكو سلسلة مراجع تشتكين يم سلسلة هذه المراجع، وبإمكانك توجهين إلى محكمة التحقيق عمل شكوى وتاخذين شهود اثنين، وأنه إذا صار رقم موجود تقدرين تضيفين رقمه بالشكوى لأنه هذا الرقم منين جبتي أنتي وهذا موظف شلون جبتي رقمه إلا هو انطالك إياه بدون رقم مثلا بدون رقم حركة نظرة هذه الشكوى موجود تقدرين تشتكين. هي النظرات اللي إحنا كلنا استعانينا بالمحامين وسوينا لهم توكيل عام بسبب هاي الاجراءات بسبب هاي التصرفات. القانون كفل لك حقك، تقدرين تشتكين يم سلسله المراجع، طبعا الدوائر كلها بها كاميرات تقدرين تشتكين، وطبعا هذول المتحرشين هم يمثلون الفئه قليله حتى ما نظلم البقيه. لا لا احنا اكيد فئه قليله طبعًا جدا طبعا كلش، لانه احنا اليوم بدنا نحكي عن شريحه 3 مليون موظف بيهم اللي دي يشتغلون وبيهم اللي اصلا مو على تماس ويا المواطن اللي ما له علاقه اصلا، يعني اكو جنود مخفيين جوا دا يشتغلون ويؤدون شغلهم ومن الصبح يجي يشتغل لحد ما يخلص الدوام، لكن اكو ذول اللي هم التماس المباشر ويا المواطن. يعني راد يكون اني اتمنى انه يدخلون دورات على فن التعامل اتيكيت، انه عادي يخلي وجهه يجي يضحك الموظف الصبح الوظيفة. احنا العراقيين بصوره عامه ما حد راضي بشغله، يعني هسه اي واحد الدكتور ما راضي بشغله ودي يقول انا دا اطلع وعدي استشاريه طيب. فالموظف كذلك، يعني خلي يحاول يقتنع انه هذا شغله وهذا رزقه، اقتنع بشغلك يعني استشعر وأنه نعم. أنا لازم أدي خلال ها يعني استشعر خلال النعم وشوف نسبه البطاله وبعض المستوى المعيشي اللي يعيشه الفرد العراقي اللي ما عنده شغل اللي ما عنده وظيفه حكوميه طبعا. قول الحمد لله والشكر. اسئله سريعه بأجوبة سريعة من عندك لأنه أتمنى بعد يطول وياك الوقت، عندنا هواي أسئلة فخلينا نلحق. هل عدم اهتمام الموظف بمعاملة المواطن بسبب عدم وجود رقابة من الإدارة برأيك؟ والله هو عدم وجود رقابة ومرات يرجع للفساد. طيب هل بعض الموظفين في الدوائر الحكومية يعرفون أنهم بخدمة المواطن؟ البعض يعرفون البعض ما يعرفون. طيب هل أماكن الانتظار في الدوائر الحكومية تليق بالمواطن؟ هذا ما يراد الجواب سريع، لازم نحكي عليه شوية. طب. بعض الدوائر الدولة أنه مكان أصلاً ما يصلح للعيش، يعني مستحيل أنه بالإضافة إلى أنه تلقين دائرة 7 طوابق ما بها مصعد. زين أنا عندي مرة كبيرة دا أجيبها حتى تصعد كم المعاملة لازم تصعد 7 طوابق؟ أو أنه تجي ناس أصحاب ذوي احتياجات خاصة شلون أودي؟ بالإضافة لأنه أكو مكانات يعني أنا راجعني من شباك
يعني تكون الدائره ناصيه هاي المكانات القديمه كلش، والشباك يعني هيك هالكبره تنزل تحكي الموظف زين، هذا الموظف من دي يشوف نفسه او انتظره او انتظره ياكل. ايه؟ هل يجوز اليوم الموظف يدخل اكله وشربه يعني قلت لك القانون الى الى عمله والى المكان اللي احنا نراجع به، والله انتظره يخلص اكله؟ انا قلت لك القانون يقول الوقت اللي محدد للدوام هو للعمل فقط، اي شيء ما تسوي به. لكن هسه انه ما يخالفك اخلاقيات بالتعامل، انه يجي واحد يكمل شغل، يعني يجي واحد يكمل شغل بدال الدوائر المكانات اللي بيها هي مهينه للمواطن، وبالتالي هي اصلا انه تخلي الموظف يحس نفسه بقدسيه معينه. من انا دا اشوف هاي كلها مدنقه على الشباك، وانا ما عبالي انه هذا جاي على وظيفته، عبالي جاي عليه يسلم عليه. هذا المكان هي اهانه بحد ذاتها. حضرت محامي، اليوم شلون نخلي الموظف، بعض الموظفين اللي هم ما عندهم مهنيه وما يحترمون وظيفتهم، يستوعبون انه هذا الراتب اللي دا يتقاضوا هم بخدمه المواطن، وليس انه تتكبر عليه وتهينه وتتحرش به؟ من خلال الشكاوي ارجع للقانون، ارجع للقانون، انا القانون كفل لي انه اشتكي عليه في حاله مخالفته للقانون، اسوي شهود واكمل شكوى وامشي اجراءات كامله ضده، لان الدائره ما تصورك دائره تحمي الموظف المسيء. أنا جدا أشكرك حضرة المحامي، وأتمنى بعد يطول وياك الوقت، لأنه أنا مستمتعة أكيد بالحوار وياك اليوم. أفرح من أشوف محامي فاهم، يعني بصراحة أنت لازم تفتخر بنفسك. شكرا جزيلا، نلتقي بك. ننتقل إلى البنايات القديمة، تحكي تاريخ بغداد. مصطفى إبراهيم صانع محتوى راح يكون ويانا اليوم حتى نتكلم على تاريخ بغداد، بغداد بشوارعها وبناياتها القديمة. مصطفى اشتهر أكيد ببعض الفيديوهات اللي هي عبارة عن قصة قصيرة جدا، يحكي عن تاريخ بغداد، يحكي عن شوارع الموجودة بالمحافظات ببغداد، بالأماكن اللي يزورها الجميلة اللي احنا ما مكتشفيها بصراحة. لازم اليوم احنا بصراحة نفتخر بالعراق، نفتخر ببغداد، بتراثنا، ببناياتنا اللي تحكي كل بناية وكل شارع قصة جميلة بغدادية قديمة. أكيد مصطفى إبراهيم صانع محتوى، أهلا وسهلا بك، نورتنا. تفضل مصطفى، يسعد مساءك، شلونك؟ إن شاء الله تمام، شنو أخبارك؟ أهلا وسهلا بك مصطفى. بغداد بشوارعها، جمالية بغداد عرفناها بفيديوهاتك الجميلة، حضرتك صانع محتوى بالإنستغرام، نشوف فيديوهات لطيفة قصيرة تحكي، تختار شوارع بغدادية لها تاريخ، لها فد روحية، لها مشاعرها القديمة اللي بعدها بيها أيام قبل أيام الخير بصراحة. فاحكي لنا بغداد بشوارعها وبناياتها القديمة ماذا تمثل لك، وليش أنت اختاريت انه تكون صانع محتوى بهذا المجال؟ شوفي، هو القديم دائما يعني الاصل، يعني بدء النشأة، ف يعني مثل ما يقول الفنان انور انه ما له اول ما له تالي، فاحنا قد ما رحنا وجينا يعني بغداد هي اولنا وتالينا. صحيح. فتاريخ بغداد يعني احنا دائما نستشهد بالتاريخ، التاريخ سيسجل، التاريخ سيكتب، التاريخ حاضر على كل الايام يعني. فتاريخ بغداد حافل يعني تراثها، فهذا الشيء اللي خلاني اختار. اختاريت ام شوقي، اختاريت دربونه، اختاريت يمكن تكلمت على شناشيل البغداديه وغيرها اعتقد. بعض البنايات القديمه اختاريتها، تكلمت على قصتها من خلال متابعتي لك. ليش هذه الاختيارات؟ يعني نسلط الضوء، يعني يعني تعرفون هاي الاجيال الجديده، نريد الناس تعرفون هسه الاماكن الحديثه الها اللي يحكي عنها، الها اللي يصورها، الها اللي ما اقول لك الاماكن القديمه ما حد يعني، لكن كلش قليلين، فاحنا نحاول نسلط الضوء عليها اكثر، نحاول نخلي الناس نذكرهم تراثنا، نعرف الاجيال الجديده احنا شنو، احنا شنو بغداد، شنو تراث بغداد، شنو كنا قبل. أنا يعني من الآلات الموسيقية اللي أفضلها هي آلة العود، لأنه تربطنا بتاريخنا العربي العريق البغدادي. يمكن أنت رحت إلى دربونة العوادي بارتباط العود بصناعة العود بعامر العواد، أستاذ عامر العواد، أستاذ عامر العواد أكيد كل التحية له والاحترام. ليش اختاريت
يعني هذا الموضوع بصراحة، واحكي لنا على تاريخ دربونة العوادي. يعني اختارتي أنت، تخيلي أنه هو للأسف هو شارع الرشيد كله مهمل يعني. نعم. فكيف ما هي دربونة شبه مهجورة في شارع الرشيد، فيها ورشة جدا قديمة، بس هاي الورشة تحمل في التاريخ كل الشبير. يعني تخيلي أنا بس راح أقول لك أنه فتبليغ حمدي زار الورشة، الله، وديع الصافي، محمد عبده، الله، أنا هيك على العراقيين، أنا دا أقول لك بس على العرب هسه، نبي لشعيرهم، العراقيين كادوا كلهم يعني زاروا هاي الورشة. ف يعني أستاذ عامر هو ما دا يستفاد يعني من ناحية المادية، يعني شيء بسيط يعني، بس هو من حرصه وحفظه على مهنته وعلى تراث المكان وعلى تاريخ الورشة، اللي طبعا هو ماخذ الصنع عن أستاذ نجم عبود. نعم. فتشوفين يعني من تروحين هناك، انا طبعا ادعوك وادعو كل الناس انه يزورون هذا المكان. ضروري يعني ازور هاي الاماكن، ضروري كلش يزورون هذا المكان. يعني كل جمعه يمكن احنا عندنا تور. نعم. جوله بسيطه نسويها، المتنبي، قراءه الكتب، اختيار بعض الكتب. اي هو صحيح. ايضا دربونه العوادين انا رايحه لها، رايحه لها اكيد طبعا. لانه والدي كان يعني يعزف العود، واني احتفظ اكيد ببعض الالات الموسيقيه اللي كان يمتلكها. خلينا الله يرحمه، خلينا نتكلم على ما رأيك ببعض المحتوى. لا ما راح أسألك هذا السؤال، خلينا نحكي على الواقع الشبابي الموجود بالشارع العراقي. نعم. أوكي، اللي يجيك يقول لك مصطفى إبراهيم صانع محتوى يهتم ببغداد وتاريخها. بل. ودربونة العوادين وأم شوقي و و و و و أوكي. أجيك أنا أقول لك وش دي سويتي؟ شن دربونة العوادين؟ هاي انت وين؟ احنا وين؟ هاش دي تحكي انت؟ يلقى لك ان شاء الله بيها خير مثلا. نعم. او يحب يتنمر عليك. زين. يحب يقل، بس انت يمكن عندك 11,000. نعم تقريبا. متابع. نعم. يعني سريل، ما لنا علاقة باللي عنده مليون. اكيد. وتعليقاته، انا يوم شفت تعليقات عندك اكو ناس مهتمة بالمحتوى. نوعية بالضبط. نوعية مو كمية. نوعية وفئة معينة. تحترم بغداد. نعم. تحترم تاريخها. اليوم أنا مواطنة عراقية أحترم أنه أنا ببغداد. من يسألوني بغداد إيش بيها راح أجاوب أنا بغدادية أصيلة، أنا عراقية أصيلة، أنا من ناصرية لا بغدادية. أوكي، أنا عراقية أصيلة، من يقولوا لي ناصرية يعرف ناصرية كذا كذا. فليجي يتنمر عليك ويقول لك أنت إيش تسوي، شنو تجاوبه؟ لا يا شوفي، هي صراحة هاي فد قضية يعني قضية مزعجة يعني. هو مدام شاف اللي أقدمه، أنا أشوف ما أمدح بيه أو أشيد بمحتواي، لكن هو دا نقدم شيء يعني في منتهى الرقي يعني للناس اللي دا أقول لك أنا دا أستهدف كم يعني عينة مو كمية. فيعني راح يعني ما أسمع لهيك ناس أبدا. ما شنو رأيك بالمحتويات اللي تنشر بمواقع التواصل الاجتماعي؟ دائما أنا أسأل عنها هذا السؤال، اللي إحنا دائما حتى زميلاتي كانت بلسم جمانة الكل، طيبة عامر، نور الجميلي، علي خشان، الجميع يسأل هذا السؤال، شنو رأيك باللي صاير بمواقع التواصل الاجتماعي والمحتويات التي تنشر اللي ما لها دخل بينا؟ اللي ما لها دخل بينا؟ ما لها دخل بعاداتنا وتقاليدنا. يعني يستخدم أمه، يستخدم أبوه، يستخدم بيبيته، يعني يستخدم الأطفال، إساءة الأطفال، إدمان المخدرات. نعم. يعني أنا كلش أيد حركات إيحائية مالها داعي. لا بالآونة الأخيرة اللي قالوا إنه راح تكون رقابة، فكلش أنا مع هذا الشيء، يعني الرقابة تكون على يعني على مستوى مستوانا. يعني إحنا مجتمع بالأخير مجتمع شرقي، يعني ننكر هذا الشيء، ما نقدر نتخلى عن مبادئنا وعن ثوابتنا وعن كل هاي أمورنا. ف كل شيء أيد سالفة يعني تكون رقابة جدا شديدة، مثل اللي سووه بمصر. يعني إذا تشوفين مصر جدا يعني قانونهم قوي خاصة على الإعلام على هاي الأمور. شنو تشتغل أنت؟ أنا؟ أنا أشتغل بالماركتينج. ما شاء الله تسويق. أي بلي. أوكي. تسويق والإعلانات وهاي الأمور. تسويق يعني أنت بصراحة كصانع محتوى لما تسوق لي دربونة العوادين. بلي. وتسوق لأم شوقي وتسوق لي اختيارك لشوارع فور فري يعني اتس اي نو فور فري، لكن حلو ان تستخدم انت وظيفتك بصناعتك لهذا المحتوى. ليش تختار الاماكن القديمه ولحد الان ما رحت الاماكن الحديثه؟
شوف انا قلت لك قبل شوي، يمكن قلت لك انه الاماكن الحديثه لها الناس اللي تحكي بيها، لها الناس اللي تغطيها اللي تصورها، بس القديمه ما اقول لك انقرضوا، اكو بس كلش قليلين اللي بيتكلمون عنها. فاحنا احنا الشباب يعني انا طبعا اصدقائي وياي اللي هم صناع المحتوى اللي في المصورين وهاي، يعني اكيد هم الجناحين مالتي اللي الله يحفظهم بعض. ف يعني احنا دن نسلط الضوء على هاي الامور القديمه، دن نعرف الاجيال، دن نذكرهم ثقافاتنا وعاداتنا، مثل ما تقولين قبل شوي المحتوى السيء يعني اللي دي يصير، فاحنا دن نرجعهم ترى احنا مو هيك، هاي كلها افكار دخيله دخلت لنا تالي وقت يعني، فاحنا ابدا مو هيك. مصطفى ابراهيم، شنو خططك المستقبليه بالانستغرام ونشرك للاماكن الاثريه القديمه الروحيه الموجوده بسردك لقصه المكان التاريخي القديم اللي تختاره؟ والله صراحه شوف يا بغداد، انا كنت ناوي اتوسع ان شاء الله بالعراق، لكن بغداد يعني بغداد ما يكفيها عمر، يعني بغداد يراد لها عمر يعني من الاخير اقول من الاخير من الاخير، فان شاء الله لا يعني نتوسع على مستوى ان شاء الله يا ربي. الفوز عراقي ان شاء الله. ان شاء الله جو عراق اكيد. شكرا جزيلا للمشاهدين، ان شاء الله كفينا ووفينا. شكرا شكرا جزيلا مصطفى ابراهيم، اتمنى لك الموفقيه وان شاء الله يا رب الشباب يتعلمون من عندك، اعطيتنا هدوء يجنن. انا كنت شويه بديت اعارك على الاجراءات الروتينيه بحيث يعني شويه هديتنا احنا والكنترول. شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين اكيد. غدا والى يوم الخميس مستمرين ببرنامج مورنينج لايف بالمواضيع المهمه اللي ناقشها. شكرا المعد علي على المواضيع الرائعه اللي دائما يختارها ويهدف اكبر شريحه من المجتمع اللي هم الشباب والبنات. الى اللقاء.